السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي أخواتي، صباح الخير فيما كنتوا، في المغرب أو خارج المغرب. نتمنى أنكم تكونوا في أحسن صحة وأحسن عافية إن شاء الله بحول الله. إذا أخوتي أخواتي، كيف ما تبعتوا معنا هذه السلسلة وهذا المسلسل ديال هذه القضية ديال مع نبقاش نقولوا اختفاء، ما نبقاش نهضروا عن الاختفاء لأن قدر الله ما شاء فعل. القضية ديال المرحومة السيدة عائشة من الفقيه بن صالح، واللي بكل صراحة القضية اللي يعني أثرت بشكل كبير وعرفات واحد التعاطف كبير ديالكم وديال جميع المغاربة اللي تبعوا هذه القضية هذه. وكيف ما كتعرفوا الخوت، فمن بعد اعتقال ابن هاد الملقبة بالشلحاوة ولا ميلودا السعاية اللي كانت ساكنة واللي كانت جارة واللي كانت أسوأ جار، يمكن نقولوا جار السوء لهاد السيدة عائشة الله يوليها برحمة الله والله يرزق العائلة ديالها الصبر. فمباشرة من بعد الاعتقال ديالو، فكما كتعرفوا انه اعترف بالفعلة واعترف بمجموعة ديال الاشياء. لكن اللي بغيت نقول لكم هو ان الجثة والاطراف ديال الجثة ديال المرحومة يعني السيدة عائشة الله يوليها برحمة الله، انه تم يعني التسليم ديالها أسرة. هناك أخبار تقول أن دفنت. وبالنسبة للتمثيل ديال الواقعة، التمثيل ديال الجريمة، فراه تم بحسب المعلومات، لكن تم في حد سرية، تم في حد شكل اللي سري، يعني ما بانش في منابر وما كان داكشي سري. ربما أن رجال الأمن اختاروا هذه المقاربة السرية، يعني بغض النظر على فيروس كورونا وداك التجمهر اللي بغاو يتفاداو الأمن، هذه القضية هذه يعني كانت يعني تلد رجال الأمن بالفقيه بن صالح وجميع الفرق الأمنية اللي دخلت في هذه القضية هذه منذ البداية. ما كتخرجش من عندهم معلومات كبيرة وكثيرة أو لا يعني بشكل رسمي، فمحافظين على واحد النوع ديال السرية. ويمكن هذه السرية هي جزء، هي آلية من آليات الاشتغال ديال الأمن اللي اعتمدها في هذه القضية بالضبط. علاش؟ لأن كانت الأطراف المتداخلة في هذه القضية هذه ما معروفاش. والآن يعني كما لكم، فتم تسليم الجثة وتم إجراء يعني التمثيل وقائع الجريمة، كيفاش أنها خنقها ولدها في الدار، وكيفاش أنهم بداوها للدار اللي في المنطقة ديال القرين، وكيفاش تم العملية ديال التقطيع ديالها والرمي ديالها في آبار، كاع هادشي تم التمثيل ديالو. وكيف ما كتعرفوا الخوت، فمنذ البداية وحنا كنتسائلوا شنو هو السبب. في البداية كنا سمعنا بأن هذا الابن هذا ديال هاد السيدة الملقبة بالشلحة أنه مريض نفسي، وتحدثنا على أنه ممكن يكون وقع في يعني وقع في شنآن مع جارة ديالو اللي هي السيدة عائشة الله يوليها برحمته، أنه ارتكب شي جريمة بشكل يعني صدفة، كان شادين ضربوا وضربها ولا شي حاجة وطاحت. لكن من بعد بدينا كنكتشفوا أن لا، راه جريمة يعني محبوكة ومدروسة، وفعلا داكشي اللي تبين. الاسباب ديال الفاجعه هذه، فكيف ما قلت ما صدقش السبب هو يعني مجرد خصومه وصلت للدرجه، او لا سبب يعني عنده علاقه بشان ثنائي ما بيناتهم، ما فاهمينش على شي حاجه ديال الجيران. ولكن صدق السبب هو ان السيده هذه، السيده عائشه الله يوليها برحمه الله، ما بقاتش قادره انها تعيش حتى واحد الجاره اللي جاره سوء واللي كتمارس بعض الافعال الشيطانيه مع داك الابن اللي مربيه واللي على علاقه كنقولوا علاقه زينه المحارم. فهاد السيده عائشه يعني ما عجباش الحال، وهما حاولوا انهم يتخلصوا منها، وبقاو حتى يعني داروا داكشي اللي بغاو تخلصوا من هاد السيده هذه. ولكن قضاء ديال الله سبحانه وتعالى، الله كبير، وكما تنقولوا الروح عزيزه عند الله. فكل الشكر، بدايه كل الشكر وكاع الناس ديال اللي متبعين هذه القضيه هذه، فكيعرفوا ان الفضل في هذه القضيه هذه من بعد الله سبحانه وتعالى كيعود للسيد مول الكاميرا اللي حتى هو كان صدرات معلومات انه على شنآن مع السيده اللي من العائله ديالو. لكن كما كان الحال، فاي انسان كتكون عنده علاقات متوتره مع شي حد ولكن ما كتوصلش العاقل، ما كتوصلش بالامور انه يرتكب شي حاجه، كنبغي نوجه ليه الشكر. علاش؟ لان هذيك الكاميرا لعبات واحد الدور كبير لهذا. فاغلب الزناقي في المدن وفي جميع البلايص يعني اللي متاحه ليه الفرصه انه يدير شي كاميرا، فمن الافضل انه يديرها، لان كنشوفوا ماشي غير
غير بحال هذا الشيء، كنشوفوا جرائم ديال السرقه، كنشوفوا يعني اعتداءات، كنشوفوا يعني حالات. السبب ديال الاكتشاف ديالها هو الكاميرات، والسبب ديال الوصول للحل والنتائج يعني نتائج حتميه كيكون راجع لهذا الوجود ديال هذه الكاميرات. فكل الشكر لهذا السيد هذا اللي هو ولد العم قريب ديال المرحومه السيده عائشه، الله يوليها برحمته ويوسع عليها ضيقات القبور. فكيفما قلنا خوت، هذه القضيه هذه الحجم ديال الطول ديال المده ديالها، فكانت تحمل في الطيات ديالها مجموعه ديال الاسئله، والان يعني بدينا كان صافي يمكن نقولوا وصلنا للقضيه، وصلنا للنهايه. فحتى هذيك الاشارات ديال ان ملكارو متورط او لا شي حد اللي وصلها، فما يمكنش يكونوا متورطين، وما كاينش شي اشاره قويه. فهاد الجوج هما اللي داروا هاد الفعله، واللي اكيد واللي كيبان واللي غادي نوصلوا ليه الناس ديال الامن هو ان الناس هادو كانوا مخططين لهذا العمل، غادي يكونوا مخططين ليه على الاقل واحد المده ديال عام. انا تنقول عام وعقلوا على هذا الكلام هذا، لان ما يمكنش. شنو اللي خلاني نوصل للتحليل؟ لان ما ممكن العمليه ديال القتل تكون تخطيط غير ديال اسبوع ولا غير ديال ديك الساعه، ولكن الطريقه باش جات هذه العمليه هي الخنق باش يتفاداو انهم يخليو شي اثار ديال الدم. حتى انهم ممكن نقولوا ان الدم اللي كانت تكتشف في القرقره يمكن انه يكون دار غير التمويه، يعني هاد الناس هادو دارسين الامور ديالهم مزيان. ثاني حاجه والسؤال ديال الخو مولات يعني الخو ديال السيده عائشه الله يوليها برحمته، يعني هاد السيده هادي اللي خونت السوارت ومشات مباشره للدار ديالها ديالو، فاكيد انها كانت كتبع ولا ولدها كان كيتبع السيده عائشه ملي كتبغي تمشي للدار ديال خوها وتخمل اولا تشوف تراقب، فكان كيتبعوها وكانوا كيعرفوا الدار وكانوا كيعرفوا الجيران واش غاديين يلاحظوا واش هاد السيده هادي يعني كتلاحظ حتى الجيران 100%. ما يمكنش انها غادي يعني كانوا مراقبين، وهنا تنقول التخطيط هذا غادي يكون لمده شهور الا ما كانتش عام وما يزيد، لان هاد السيده مراقبه بشلحه هي كما قلنا على علاقه مشبوهه مع هاد الدري اللي مربيه. ف هي درسات الامور ديالها باش انها توفر راسها واحد الراحه، ودرسات الامور واحد الشكل اللي محبوك باش انها تخرج، ماشي غير بانها تهنى من هاد السيده عائشه، بل انها ديت الفلوس ودير المجوهرات ودير بزاف ديال الحوايج وما كاينش اللي يجيب خبار. فلهذا فركزات مزيان وقالت باش انها خاصها تخرج رابحه من هذه المعركه، يعني اكثر من انتصار، وراهنات على انها غادي تمشي وغادي تصيب فلوس، وراهنات ان هادشي كامل ما غاديش يتفش. لكن كنرجع وكنقول بان كيبان ان هادشي تخطيط وتدبير ديال مده طويله، والمراقبه ديال هاد السيده هادي ملي كتمشي للدار ديال خوها، والمراقبه ديالها ملي كتمشي تخلص ليه الضو، المراقبه ديالها في البيت ديالها شنو كتجيها ديال السلعه من طاليان، الحوايج، هاد المسائل كلهم يعني كانوا تحت مراقبه. لان هاد العمليه هادي الاكيد بحسب ما كنشوف ان هاد العمليه هادي هي مخطط لها يعني منذ مده طويله، ماشي حادث، ماشي جا هادشي من وراء ان وقوع الحادث ديال انهم خنقوها، ان خنقات الدري صافي، جات السيده صاب الدري خانق السيده عائشه دارت حل، ماشي هكا. انا بحسب ما اراه ان هذا تدبير ديال مده طويله، انهم مده طويله وهما كيخططوا كيفاش انهم يسرقوا، كيفاش انهم يديوا الجثه، وفين غادي تلاح الجثه، وكاع هادشي. لان راه الا رجعتوا معايا وشفتوا بحال الطريقه ديال المنطق، طريقه منطقيه، راه لو كان هاد السعايا هادي مغبراتش دي غير الباليزه وتقضي الغرض وتروح السيده في البير وترجع للدار، يعني لو كان مغبراتش ما كانش حد غادي يعرف. لان انا ملي غبرات انا واخا تخرجت الباليزه كان ممكن ترد نفس الباليزه وما كاين حتى شي اشكال، وتبان في الكاميرا هي رجعت بنفس الباليزه، دير فيها شي حاجه اخرى وترد تدخل بها وتبان. ولكن الحمد لله الروع عزيزه عند الله، يعني ما يعني رغم الدهاء ديالها ورغم ان بان الذكاء ديالها، ف يعني ما نجحاتش، يعني فشلات وتكتشفت وتفرشت
حكم يعني الألطاف الإلهية والروح عزيزة عند الله كيف ما تنقوله، وأيضا تضافر جهود ديال المواطنين وديال الإعلام وديال رجال الأمن بالدرجة الأولى اللي خلى أننا نوصلوا النهاية، يمكن نقول نهاية ديال هذه القضية هذه وبداية ديال القضية ديال المحاكمة ديالها. وغادي نشوفوا مع العلم أن الأسرة والعديد من المتتبعين كي طالبوا بأقصى العقوبات. وفي الختام خوتي وخواتاتي كندعوكم أنكم اللي ما مشتركش في القناة أنه اشترك في القناة، قناة ميد لايف، وانتمي لعائلة ميد لايف، وتنتمنى لكم الحظ السعيد وتطلبوا الرحمة والمغفرة لهذه السيدة، هذه السيدة عائشة الله يوليها برحمة الله، وتنجدوا العزاء للعائلة ديالها، ونتلقى معكم في موعد لاحق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.